بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجات ما قلتهاش في الفيديو اللي فات، معلش حابة أقولها لكم، وإن شاء الله حاجات حلوة وهتفرحكم زي ما هي مفرحاني بإذن الله. النتيجة بعد ما حصل الدفن في الرمال، النتيجة بعدها بأسبوع، حابة أقولها لكم في نهاية الفيديو. الفيديو النهاردة قصير قوي. طيب، إيه الاحتياطات اللي إحنا لازم نعملها علشان نحافظ على جلسة الدفن في الرمال دي؟ طبعا احنا دفعنا مبلغ كويس يعني محترم، تعبنا في المشوار، سكة رايح جاي 9 ساعات بالنسبة لي انا اسكندرية، تعبنا اكيد. فعشان نحافظ على جسمنا بحيث ان هو يفضل مستفيد من الجلسات دي، نعمل ايه؟ ده اللي انا عرفته هناك وقالوا لي عليه. اول حاجة، مش هنشرب من التلاجة لمدة اسبوعين، تمام؟ تاني حاجة برضو لمدة نفس الاسبوعين، كل الاحتياطات دي لمدة اسبوعين، ما نتعرضش لتكييف، ما نتعرضش لمروحة، ما نتعرضش لتيار هواء، خصوصا من خلال خبرتي بقى، خصوصا الفترة اللي هي حوالي 4-5 ايام من الرجوع من الجلسات دي. يعني اول ما احنا دخلنا البيت هنلاقي كده، نحس ان احنا جسمنا يعني سقعان، داخل فيه هوا، داخل فيه كده حاجة مش طبيعية، نسبة رطوبة. انا حسيت الاحساس ده وزوجي برضو نفس الاحساس. فبنحاول نلبس تقيل على قد ما نقدر، بنحاول نخلي نفسنا مش معرضين لتيار هوا، نحاول ندفي نفسنا زي ما قلت علشان نحافظ على جسمنا يفضل سخن كده زي ما كان، والعظم بتاعنا جامد كده وحلو زي ما احنا حاسين. اللي هيروح هناك هيحس الاحساس ده، تمام؟ برضو بعد الرجوع من الموضوع ده لمدة 5 ايام مفيش شاور، مفيش دش خالص الا بعد 5 ايام. جسمنا في رملة، شعرنا في رملة، في اكيد هو مفيهوش عرق لان هناك الجو جاف جدا. هنبدأ هنا في بلدنا او في بيتنا نحس بشوية عرق، مفيش مشكلة خالص، لازم نستحملهم لمدة 5 ايام. يبقى الاحتياطات، مفيش مروحة، مفيش تكييف، مفيش شاور، مفيش تعرض لمية لتيارات هواء، مفيش شرب مية ساعة او ايس كريم او اي حاجة ساعة من التلاجة. كمان ما نتعرضش للتلاجة او للديب فريزر، يعني يا ريت حد تاني يبقى مقيم معانا يجيب لنا الحاجة من التلاجة، لان جسمنا هيبقى زي ما هم على حد تعبيرهم مفتح، او المسام بتاعته مفتحة، ويعني انت هتحس او انت هتحسي ان انت في حالة غير طبيعية. فما ينفعش نعرض نفسنا لاي برودة او اي طيارات، تمام؟ دي بالنسبة للاحتياطات. برضو نسيت اقول لكم في الفيديو اللي فات ان هو لازم بعد الرجوع من الدفن في الرمال، واحنا بالبطانية جامد كده، يعني احنا بنرجع في العربية بالبطانية وبنفضل بالبطانية دي مدة حوالي ساعة، حاطين البطانية على جسمنا خالص كده متدفيين جامد، حتى لو عرقانين. اثناء الفترة دي بقى بنشرب شوربة، لازم شوربة سخنة برضو تحافظ على سخونة الجسم اطول فترة ممكنة. يعني هما كل الغرض ان هو يسخن الجسم بطريقة كبيرة جدا علشان يطلع رطوبة من الجسم. خلاص، النتيجة بقى اللي انا حسيت بيها بعد اسبوع، يعني النهاردة بقالي اسبوع بالظبط عاملة جاية من سيوة، ايه اللي انا حساه؟ بالصدفة امبارح كان عندي مشوار ونزلت المشوار ده، انا ساكنة في السادس بدون اسانسير، حاسة ان انا خفيفة، الحمد لله الحمد لله الف حمد وشكر، حاسة ان انا خفيفة جدا، حاسة ان انا رجلي مش بتوجعني زي زمان، بمشي فترات معقولة، يعني مش حاسة باي تعب. كنت قبل الموضوع ده طول ما انا ماشية بدور على اي كرسي اقعد عليه، لكن امبارح الحمد لله نزلت، حاسة ان انا خفيفة، حاسة ان انا مش مجهدة، رجلي مش بتوجعني زي الاول،
حتى حركتي هنا في البيت، انا الحمد لله بيتي كبير، فالحركه في البيت كانت بتتعبني جدا. الحمد لله حاسه ان انا احسن بكتير، حاسه بفرق فعلا. فالحمد لله، الحمد لله قوي. ويا ريت كلنا نمر بالتجربه دي، فعلا تجربه مفيده. هم هناك بيقولوا ان لازم الواحد يعيد التجربه دي او يعيد الدفن في الرمال، الجلسات دي كل سنه، علشان نحافظ على جسمنا ونخليه كويس كده، مش حاجه بتوجعنا، مش رجلنا بتوجعنا واحنا ماشيين. بالنسبه بقى للعلاج، انا جربت الحقيقه ان انا اسيب العلاج فتره، اول ما جيت يومين كده ما نفعش خالص معايا، ما نفعش خالص. هما بيقولوا بعد اسبوعين ممكن نسيب العلاج، لكن انا بصراحه مش ناويه اعمل كده، لان انا مش حمل تجارب. انا بقالي 20 سنه باخد علاج روماتويد، وحلو قوي وراضيه قوي بالنتيجه دي، ان انا اخد علاج مفيش مشكله. ولكن انا حاسه ان انا احسن. فقبل الموضوع ده كنت باخد علاج وتعبانه جدا ورجلي وجعاني حتى من السلم، لكن الحمد لله انا راضيه بالنتيجه اللي انا وصلت لها دي. مع العلاج انا جسمي كويس الحمد لله، بقدر اتحرك في بيتي، بقدر اقوم باعمالي، بقدر اروح مشاوير. دي نتيجه احمد ربنا قوي 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 عليها، فانا الحمد لله راضيه بالنتيجه دي وحمد ربنا عليها. اتمنى كلكم تروحوا سيوه. انا مش بعمل دعايه ولا حاجه، لكن انا فرحانه بالنتيجه اللي انا وصلت لها. انا مش عايزه حد يتالم، انا كل الموضوع ان انا عايزه ناس تبقى سعيده ومبسوطه وجسمها مش بيوجعها ولا رجليها ولا مفاصلها. هناك كمان انا قلت ادوني تركيبه عباره عن كريم وازازه فيها زيت، كل واحده كانت ب 100 جنيه، لكن انا ما كنتش مقتنعه ساعتها ان الموضوع هيبقى فارق معايا. لكن الحمد لله انا بعمل التدليك مره بالكريم ومره بالزيت، يوم بالكريم ويوم بالزيت. فالحقيقه انا حاسه انه فرق معايا جدا. وبيقولوا ان صوابعي ممكن تتعدل، هي صوابعي معوجه شويه ممكن تتعدل. فانا حاسه بنتيجه، هي صحيح نتيجه بطيئه، لكن انا حاسه بنتيجه حلوه الحمد لله. انا ما يهمنيش انها تتعدل، انا يهمني انها تكون مش بتوجعني وبقدر اعمل حاجتي. ده كل منايا بصراحه، وحمد ربنا وراضيه بيه الحمد لله. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. اللي متالم من الريماتويد يا ريت يروح كل سنه، انا هروح تاني ان شاء الله. ممكن اروح بمبلغ اقل من ده، مش لازم فندق، مش لازم اكل واو، مش لازم كذا، لكن ممكن في حاجات اقل من كده ممكن اروح تاني، لاني انا وصلت للنتيجه حلوه. اتمنى لو حد قال لي الكلام ده من زمان، علشان كنت عملت كده من زمان، ما كنتش مريت بعشرين سنه الم. لا يعني الحمد لله على كل حال، لكن انا بقول الكلام ده للي لسه بادئين، يا ريت يروحوا هيحسوا بفرق كبير، وان شاء الله كل خير. مش عايزه اطول الفيديو اكتر من كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. الف سلامه.